بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن التكاثر في النباتات الزهرية Reproduction in the Flowering Plants. طبعا المحاضرات السابقة كانت عن مقدمة عامة في علم النبات، وبعدين أخذنا التصنيف والشكل المورفولوجي، وأخذنا جزئية الأناتومي تشريح نبات. اليوم المحاضرة عن التكاثر في النباتات الزهرية. طبعا هذه المحاضرات مقدمة لطلاب سنة أولى صيدلة كلية العلوم الطبية جامعة السعيدة. نأتي لـ Reproduction in the Flowering Plants. تعريف الـ Reproduction: التكاثر في النباتات عبارة عن عملية إنتاج New Individual أفراد جديدة أو نسل جديد من From Their Parents، من الآباء أو من آبائهم، ويتحقق ذلك من خلال التكاثر الجنسي واللا جنسي. إذن تعريف التكاثر: التكاثر في النباتات عبارة عن عملية إنتاج أفراد جديدة أو نسل جديد من الآباء، ويتحقق ذلك من خلال التكاثر الجنسي واللا جنسي، اللي هو تكاثر خضري فيجيتيتيف. طبعا عملية التكاثر بالنسبة للنباتات عملية مهمة للحفاظ على النوع من الاندثار أو الانقراض. إذن عملية استمرارية، عملية استمرارية لبقاء الكائنات الحية على الوجود سواء النباتات أو غيرها. نأتي للتكاثر الجنسي في النباتات الزهرية. الطور السائد أو المود أو الطريقة السائدة في التكاثر في النباتات هي عبارة عن التكاثر الجنسي. يعني أغلب النباتات الزهرية الأنجيوسبيرم مغطاة البذور بتكون تتكاثر عن طريق التكاثر الجنسي، بتتكاثر عن طريق التكاثر الجنسي Sexual Reproduction. الزهرة تعتبر الزهرة مكان التكاثر الجنسي. إذن أين يتم وير؟ يعني التكاثر الجنسي يحدث فينا في الزهرة. إذن أين يحدث التكاثر الجنسي؟ في الزهرة. في هنا صورة بس منظر عام للتكاثر في النبات، في النباتات. في عندنا نبات كامل أو مكتمل النمو، يحمل الأعضاء الذكرية والأنثوية. هذا النبات بيتم عملية في النباتات بتتم عملية انتقال حبوب اللقاح للأعضاء الأنثوية، ومن ثم يتم عملية الإخصاب ليتكون لنا عندنا الجنين. الجنين بيشكل لنا الإيش؟ الإمبريو اللي هو الجنين. إذا الزيجوت بيكون لنا إيش؟ جنين. بعد عملية تكون الجنين بتكون لنا، تتشكل لنا البذرة بداخل الإيش؟ بداخل الثمرة. الثمرة عند سقوط الثمرة وزيلة الغلاف الثمري تسقط البذرة، وعند توفر البذرة عند توفر الظروف المناسبة للبذرة من تربة ومياه وغيرها بيحصل لها إنبات. بعد أن يحدث الإنبات للبذرة بتكون لنا البادرة، ومن ثم ينمو النبات ليكون نبات كامل ناضج. وبالتالي هذه عبارة عن دورة حياة النباتات والتكاثر الجنسي في النباتات. الآن بسألكم سؤال: أي جزء من النبات مسؤول عن التكاثر؟ Which part of the plant is responsible for reproduction؟ إذن هي الزهرة، هي عضو التكاثر الجنسي في النبات. بنعمل مراجعة عن التركيب الزهرة من الأسفل إلى أعلى. في عندنا الريسبيتيكال اللي هو قلنا التخت، بيحمل كل من الآتي. في عندنا الكالكس، قلنا الكالكس مكون من إيش؟ كالكس معناها كأس مكون من عدد من السبيلات، والذي بتكون لونها عادة خضراء، أوراق خضراء. بعدين نأتي إلى فوق، في عندنا الكورول اللي هي عبارة عن الإيش؟ التويج، مكون من عدد من البتلات.
بعدين نأتي إلى إيش؟ نأتي إلى الاستيمن اللي هو عضو التكاثر الذكري، عضو التكاثر أو جزء التكاثر الذكري. الاستيمن بيتكون من إيش؟ بيتكون من الفلايمنت، هذا هو الفلايمنت والأنثر المتوك، فلايمنت وأنثر. إذن مما يتكون الاستيمن؟ من الفلايمنت والأنثر. ركزوا، الاستيمن بيتكون من إيش؟ من الفلايمنت والأنثر. طيب نأتي لجزء التكاثر الأنثوي، female reproductive part، كربل اللي هي الكربلة، بتتكون من إيش؟ من الاستيغما، الاستيغما الميسم، وقلنا هو مكان إيش؟ مكان استقبال حبوب اللقاح. وبعدين في عندنا ستايل اللي هو القلم، هذا بيربط ما بين، وهو عبارة عن جزء يربط ما بين الاستيغما اللي هو قلنا الميسم مع المبيض الأوفري. إذا استيغما وبعدين قلم ستايل وبعدين أوفري مبيض، وهذا الجزء المنتفخ عبارة عن إيش؟ مبيض. الجزء المنتفخ هذا عبارة عن إيش؟ مبيض. بداخل يوجد إيش؟ بداخل المبيض يوجد البويضة أو عدد من البويضات، يعني بحسب نوع الزهرة وبحسب نوع النبات. الآن الشكل الموجود أمامنا بيحتوي على إيش؟ بويضة أوفيال. إذن في عندنا تراكيب أساسية اللي هي الاستجما وبعدين الستايل بعدين الأوبري وبعدين بداخل الأوبري يوجد أوفيال. ركزوا على المصطلحات هذه، أوبري مبيض، هذا مهم بناخذها الآن في السلايدات الجاية. أوبري أوفيال، الأوفيال لو أقول لكم أين يوجد الأوفيال، بيكون within the ovary. within إيش؟ within the ovary، بيكون داخل الأوبري. إذن الأوفيال وين بيوجد؟ داخل الأوفري. تركزوا على هذه، الكربلة بتتكون من إيش؟ من الاستيغما والستايل والأوفري والأوفيال، هذه كربلة. طيب لو قلنا الاستيمن مما بيتكون؟ الاستيمن بيتكون من فلايمنت وأنثر. إذن أصبحت الصورة واضحة لتركيب الزهرة. طيب كان في سؤال عن أنه الزهرة بتكون أحادية الجنس وثنائية الجنس، بجاوبكم عليه في الشريط. الآن لو نعرف الفرق ما بين البايسيكشوال واليونيسيكشوال. الصورة الأولى لزهرة بايسيكشوال، بايسيكشوال ثنائية الجنس بمعنى أنها تحمل الجينيسيوم والإندوريسيوم مع بعض، يعني تحمل الأعضاء الأنثوية المشار بالسه والأعضاء الذكرية المشارة بالسه، الاستيمن والكربل. في عندنا اليونيسيكشوال أحادية الجنس، أما تكون تحمل الأعضاء الأنثوية أو تحمل الأعضاء الذكرية. إذن كما في السهم مؤشر لزهرة تحمل الجينيسيوم وهذه زهرة تحمل الإندوريسيوم. إذن متى تكون أحادية الجنس؟ عندما تحمل أحد الأعضاء التكاثرية، أحد الأعضاء التكاثرية، أما إندريسيوم أو جينيسيوم. أما الثنائية فهو يوجد على نفس الزهرة الأعضاء الذكرية والأنثوية. الآن بندرس يعني بشكل مفصل الأعضاء الذكرية والأنثوية، لأنه بنفهم بعدين كيفية عملية التلقيح والإخصاب. في عندنا تكبير للستيمن، الستيمن بكون من إيش؟ من فلايمنت، هذا فلايمنت والأنثر. لو أخذنا قطاع من الأنثر، هذا قطاع عرضي في الأنثر، نلاحظ أنه مكون من فصين، ويحتوي الفص على، يعني كل فص بيحتوي على إيش؟ بولين سيك اللي هي أكياس الكيس اللقاحي والأكياس اللقاحية. طبعا داخل الأكياس اللقاحية بيتم إيش؟ انقسامات خيطية واختزالية، ينتج عنها تكوين حبوب اللقاح، ينتج عنها تكوين حبوب اللقاح. لو بناخذ
هذه عبارة عن حبوب لقاح. لو ناخذ حبة لقاح واحدة، نلاحظ ان حبة اللقاح مكونة من ايش؟ من خليتين، خلية الجينيريتيف سيل، الجينيريتيف سيل، هذه خلية الجينيريتيف سيل، خلية الخلية التناسلية، الخلية الايش؟ التناسلية. وعندنا خلية الانبوب تيوب نيوكلس، اللي هي خلية الانبوب، هذه تكون لها فائدة اثناء عملية نمو الانبوب، انبوب اللقاح، بتفهموها بعدين في عملية الاخصاب. نأتي للعضو المؤنث ممثل بالكربلة، هذه عبارة عن كربلة مكونة قلنا من الاستجما، مكان استقبال حبة اللقاح، استايل اللي هو يربط ما بين الاستجما والأوبري. بعدين معانا الجزء المنتفخ، هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن الأوبري، تمام، اللي هو المبيض. بعدين في عندنا البويضة أوفيال، هذه هي عبارة عن البويضة أو الأوفيال، يوجد بداخلها، يوجد بداخلها ايش؟ بداخلها عبارة عن 8 أنوية، موجود بداخلها 8 أنوية، واحد، لو نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8، هذه تسمى الأنتي بودل، وهذه عبارة عن 2 بولر نيوكلا، اللي هي نواتان مركزيتان أو قطريتان. وفي عندنا هذه عبارة عن الخلية البيضة، وخليتان سينرجيتك، خليتان مساعدتان. المهم أن الخلية هذه اللي هي نواتين ونواة البيضة هي عبارة عن الفيميل جاميت، اللي هي الأمشاج الأنثوية، الأمشاج الأنثوية. Sexual reproduction. Sexual reproduction divided into the following stage. التكاثر الجنسي بينقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى pollination، اللي هو التلقيح. لو قلت لكم عرف التلقيح، define the pollination، بعد تقول transfer of pollen grains from the anther to stigma of flower، عبارة عن نقل حبوب اللقاح من الأنثر إلى الاستجما، بنشوفها بصورة واضحة. إذن التلقيح عبارة عن إيش؟ لو نشوف هنا السهم الأحمر، انتقال حبة اللقاح من الأنثر، هذا الأنثر تنتقل إلى فين؟ إلى الاستجما. إذن عملية البولينيشن هي عملية انتقال، ترانسفير، انتقال حبة اللقاح أو حبوب اللقاح من الأنثر إلى الاستجما. طبعا قد يتم الانتقال من نفس الزهرة، الانتقال في نفس الزهرة، أو يكون من زهرة إلى زهرة أخرى. إذن البولينيشن عبارة عن انتقال حبوب اللقاح من الأنثر إلى الاستجما. يأتي بعدها الفرتلزيشن، الفرتلزيشن بيأتي بعد البولينيشن، بحيث أنه تتحد الأمشاج الذكرية مع المشيج الأنثوي ليكون لنا الزيجوت. بنشوف الصورة التالية، اتحاد النواة الذكرية مع النواة الأنثوية لتشكل لنا الزايغوت، لتشكل لنا الزايغوت. إذن الفرتلزيشن الإخصاب بيكون بعد عملية البولينيشن، ويحدث بأن يندمج الجامي الأمشاج الذكرية مع الأمشاج الأنثوية. إذن after pollination يحصل إيش؟ يحصل اتحاد، the male gamete بيتحد المشيج الذكري fused، يندمج مع المشيج الأنثوي ليشكل to form، يشكل لنا الzygote. نأتي للمرحلة الثالثة، وهي عملية تشكل الفروت والبذور، fruit and seed formation، تشكل البذور والثمار. بعد عملية الإخصاب after fertilization بيحصل إيش؟ بيتشكل لنا زيجوت، عرفنا. بعد تشكل الزيجوت
الزيجوت بتحصل لانقسامات ويشكل لنا الامبريو الجنين، بيكون لنا الجنين. ايضا في نفس الوقت الذي بيحدث فيه تشكل للزيجوت بيحصل انه ينضج او ينضج الاوفيال اللي هو المبيض، ينمو ليكون السيدز اللي هي البذرة. البذرة هذه ايضا بتكون داخل او ضمن فروت او ضمن غلاف ثمري. لو نشوف هنا ثمرة واضحة الملامح، في عندنا الجزء الداخلي، بنبدأ من داخل، عبارة عن هذا الجزء الذي أنا بنشير عليه، عبارة عن سيد اللي هي البذرة. طيب البذرة مكونة من إيش؟ مكونة من الإندوسبير والإمبريو والسيد كوت. إذن مكونة من الإندوسبيرم الذي هو غذاء الجنين، والإمبريو الجنين، والسيد كوت الذي هو غلاف البذرة. إذن البذرة مكونة من ثلاث أشياء اللي هي الإندوسبيرم والإمبريو والسيد كوت. طيب هذه البذرة بتكون داخل إيش؟ داخل غلاف ثمري. الجزء الخارجي هذا عبارة عن غلاف ثمري يسمى بيركارب اللي هو الغلاف الثمري، بيتكون من ثلاث طبقات: الإندوكارب الطبقة الخارجية الداخلية عفوا، والميزوكارب الطبقة المتوسطة، والإيبوكارب اللي هي الطبقة الخارجية. إذا الفروت بيكون داخلها إيش؟ سيد، بيكون داخلها بذرة. وأنواع الثمار بناخذها في السلايدات القادمة. بولينيشن أند فرتلزيشن، بنتحدث عن عملية التلقيح والتخصيب بشكل كامل أو متكامل. في عندنا زهرة، هذا الأنثر، بيتم نثر حبوب اللقاح. أن هذه حبة لقاح، حبة اللقاح قلنا بتكون من خليتين، خلية جينيريتيف سيل والتيوب نيوكلس. عندنا هنا العضو الأنثوي، طبعا في صورة في عندنا مسكنين، لكن احنا نتكلم أثناء التلقيح عن مبيض ناضج. هذا مبيض ناضج، ضروري تكون المبيض جاهز لعملية التلقيح، بمعنى أنه بتكون الأنوية الثمانية موجودة، وهي عبارة عن الأنتي بدل سيل هذه الذين بنأشر عليها، ونواتان مركزيتان بولار نيوكلا، ونواة البيضة إكسل، وعندنا نواتان مجاورتان سينرجيدايز سيل. إذن هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن المبيض الناضج. بنشوف كيف بتتم عملية التلقيح. الآن بتوصل حبة اللقاح للاستجمام. ماذا يحدث عند وصول حبة اللقاح للاستجمام؟ طبعا الاستجمام بتحتوي على شعيرات غدية بتفرز محلول سكري. المحلول السكري هذا بيحفز النواة الأنبوبية إلى أنها تساعد أو تؤدي إلى نمو الأنبوب، أنبوب اللقاح. بعد نمو أنبوب اللقاح كما نشاهد الآن في الصورة التالية، الخلية الجينيريتيف سيل تحصل لها انقسام خيطي لتكون لنا تو نيوكلس، نواتان ذكريتان، تكون لنا نواتان ذكريين، هذه نواة وهذه نواة. يستمر الأنبوب في النمو كما نلاحظ. بعد نمو أنبوب اللقاح مخترقا الميسم وجدار المبيض، ليصل في النهاية إلى الكيس الجنيني، هذا الذي بنأشر عليه الكيس الجنيني. الكيس الجنيني يحدث ماذا؟ يحدث أن الخلية الأنبوبية تتلاشى، خلاص تختفي، انتهى دورها. بعد انتهاء دورها إيش الذي يحصل؟ في عندنا قلنا نواتان ذكريتان، نواة بتندمج مع البيضة، ونواة بتتجه إلى المركز وتندمج مع النواتان الموجودة في المركز، وبالتالي بيتكون لنا هذا الشكل. هذه عبارة عن البيضة كونت لنا زيجوت كون من 2N، والنواة المركزية مكونة من 3N، وبالتالي هذه بتكون لنا الإندوسبيرم الذي هو عبارة عن غذاء الجنين، والبيضة مع النواة الذكرية كونت لنا إيش؟ الزيجوت 2N، وبالتالي هذه تسمى عملية الإخصاب. عملية الإخصاب بعد اندماج
النواة الذكرية مع النواة البيضة كونت لنا ايش؟ زيجوت، وبالتالي تمت عملية الإخصاب. طبعا الزيجوت عند انقسامه وتطوره بيشكل لنا الإمبريو اللي هو الجنين، وبالتالي هذه العملية هي عملية البولونيشن اند فرتلزيشن. نأتي الآن لفروت اند سيد فورميشن، ثالث مرحلة من التكاثر كما ذكرنا سابقا. بعد عملية الفرتلزيشن الإخصاب بيتشكل لنا الزيجوت، فورمت الزيجوت، والذي يشكل الإمبريو، يعني يحصل لعدة انقسامات ليكون لنا الإمبريو الجنين. إذن بعدين تنمو الأوبلز اللي هي المبايض لتكون لنا البذور، تكون ضمن فروت في الصورة التالية. بنلاحظ انه عندنا زهرة، هذه الزهرة تحتوي على الأعضاء الذكرية والأنثوية، وبتحتوي على، بأشير لكم هنا إلى الزيجوت، موجود داخل إيش؟ داخل أوفيل، داخل مبيض. المبيض الأوفيل موجود داخل أوفري، هذا الأوفري لدينا، بأشير بس هذا هو عبارة عن الأوفري. بعد عملية الإخصاب تكون لنا زيجوت، الزيجوت تحصل لإنقسامات ليشكل الإمبريو، ليشكل لنا الإمبريو الجنين. بعد عملية الإخصاب بيحصل إيش؟ بيحصل سقوط للأغلفة الزهرية اللي هي البتلات، هذه دينا مأشر عليها، والسبلات، يعني قد تظل بعض أحيانا السبلات في بعض النباتات مثل نبات يعني مثل الباذنجان، لاحظ أنه تكون الثمرة والسبلات ما زالت ملتحمة أو موجودة على الثمرة. إذن بعد عملية تشكل الجنين بيحصل ذبول وسقوط كل من البتلات والستيمن أو الأغلفة الزهرية. المهم يتكون لنا هنا الجنين. عند تشكل الجنين بتكون عملية أيضا مصاحبة اللي هي تطور وتشكل البذرة، اللي هي أصلا أساسها عبارة عن الأوفيل اللي هو المبيض، ثم يتشكل في نفس الوقت اللي هو الأوفري. إذن هنا بنشوف هنا البذرة حيث ما أنا مؤشرة عبارة عن سيد تتشكل وتطور من الأوفيل المبيض، تمام. نأتي للفروت، يحدث أنه الأوفري أيضا بتحصل له انقسامات ويشكل لنا الغلاف الثمري، الغلاف الثمري أو الجدار الثمري. بيتكون إيش أصله؟ عبارة عن مبيض ناضج، مبيض ناضج ريبايند أوفري. إذن لو نشوف هنا بنشوف حيث ما أنا مأشرة الفروت أصلك كان إيش؟ كان أصله هذا الأوفري، هذا حيث ما أنا مأشرة هذا الأوفري بعد عملية الإخصاب وتكون البذرة شكل لنا الإيش؟ شكل لنا غلاف الثمرة، وبالتالي هذه عبارة في النهاية المرحلة الأخيرة هي عبارة عن ثمرة ناضجة، ثمرة إيش؟ ناضجة. إذن نأتي لتعريف الفروت. الفروت يعرف بأنه عبارة عن مبيض ناضج، عبارة عن مبيض ناضج يحتوي على بذور مغطاة، يحتوي على بذور مغطاة. إذن عبارة الفروت عبارة عن إيش؟ الثمرة هذه الذين مأشر عليها عبارة عن إيش؟ عبارة عن مبيض ناضج، مبيض مالن ناضج يحتوي على بذور، بيحتوي بداخله بيحتوي على إيش؟ على بذور. طيب ما هي وظيفة الفروت؟ وظيفة الفروت أو الغلاف الثمري عبارة عن حماية للبذرة، بالإضافة أنه يساعدها على الانتشار. Types of fruits، أنواع الثمار، على أساس
نوع البيري كارب اللي هو طبيعة الغلاف الثمري، هل هو جاف، هل هو غض، هل هو خشبي، وبالتالي طبيعة nature of carb اللي هي طبيعة الغلاف الثمري، وكذلك عدد الكرابل واتحادها مع بعضها البعض، أو عدد الأزهار. إذن على أساس عدد الأزهار المكونة للثمرة أو على حسب نوع الغلاف الثمري، هل هو غض، هل هو جاف، وأيضا إلى عدد الكرابل وهل هي ملتحمة أو غير ملتحمة. وبالتالي قسمت إلى دراي فروت، ثمار جافة متميزة بالآتي، إن الثمرة بيكون فيها غلاف الثمرة بيكون غلاف جاف، قد يكون جلدي، قد يكون يعني خشبي. يعني في الصورة التالية عبارة عن ثمرة البي، عبارة عن ثمرة جافة، الغلاف الثمري هنا بيكون أما يكون جلدي رقيق أو خشن، وبالتالي المهم أنه ما يميز أنه جاف. ناتي لسكيولنت، سكيولنت اللي هي الثمار الغضة، هذه الثمار الغضة بيكون الغلاف الثمري متميز إلى ثلاث طبقات اللي هي الاندو كارب والميزو كارب والإيكو الإيبو كارب، اندو ميزو ايبو كارب ثلاث طبقات، وبيكون لبية، بتميز بأنها لبية. في عندنا الاجريجيت فروت اللي هي الثمار المتجمعة، عبارة عن زهرة واحدة فيها عدد من الكرابل، عند النضج كونت لنا ثمرة واحدة مكونة من عدد من الكرابل، اذا عدد العدد من الكرابل كونت لنا ثمرة. وفي عندنا الموت اللي هي المركبة او العديدة، هذه عبارة عن نورة، هذه نورة مكونة من عدد من الازهار، عند عملية النضج كونت ثمرة واحدة، كونت ثمرة واحدة. وبالتالي الثمار قسمت على اساس نوع طبيعة الغلاف الثمري، وعلى حسب عدد الكرابل المكونة للثمرة، وايضا على حسب هل هي زهرة واحدة او عدد من الازهار التي كونت الثمرة. ناتي الان لانواع الثمار. تنقسم الثمار الى سمبل فروت، ثمار بسيطة، هذه الثمار البسيطة بتتكون من دراي فروت، ثمار جافة، بتنقسم الثمار الجافة دراي فروت الى انديسنت اللي هي ثمار غير منفتحة، بتشمل على عدد او انواع من الثمار الجافة. تتميز هذه الثمار الجافة الغير منفتحة انديسنت بان الثمرة عند النضج بتكون مالها لا يحصل انفتاح للثمرة او الغلاف الثمري البيري كاربك، مثل ايش؟ مثل الاكينة النت، يعني البندقة. احنا لو نشوف البندقة عبارة عن ثمرة بتكون صلبة غلافها، وبالتالي ما يحصلش انفتاح. مثلا عندنا الاكينة اللي هي مثلا مثل عباد الشمس، مثل عباد الشمس او القرعيات، يعني بنشوف انه الثمرة بتكون مالها، الثمرة بتكون تحتوي على بذرة ولا يحدث انفتاح لهذه الثمرة. ايضا مثلا عندنا ثمرة البر او القمح، بيكون الغلاف الثمري ملتصق بالبذرة. اذا عبارة عن ثمار ايش؟ الانديسنت عبارة عن ثمار غير منفتحة. مثال عليها النت والأكينة والسبسلة، ديهسنت اللي هي الثمار المنفتحة، هذه ثمار مالها بتكون ثمار جافة، إذن الغلاف الثمري بتكون فيه ماله جاف. تتميز بأنه يحدث انفتاح للغلاف الثمري ويحدث خروج للغلاف
للبذور. مثل ايش؟ يعني اقرب مثال هو الثمار الفول ليوجم، اللي هي ثمار البقوليات مثل الفور والعتر وغيرها من الثمار. لو حصل ان احنا جفت هذه الثمار، نلاحظ انه بيحصل لها انفتاح، تنفتح وتخرج البذور. منها ثمار جرابية فوليك والليوجم اللي هي البقولية وغيرها. اذا ما يميز هذه المجموعة بانها ما لها بينفتح، بيحصل لها انفتاح للثمر، لغلاف الثمرة. ثالث مجموعة وهي الثمار المنشقة. هذه الثمار المنشقة سيتشيزوكاربك، فيها نوع واحد. هذه عبارة عن ايش؟ بنشوفها في المثال. هي عبارة عن مجموعة من الكرابل تكون ملتحمة، وبعدين عند النضج والجفاف بيحصل لها انشقاق، تنشق وتبان الثمرة. اذا الثمار الجافة اهم ما يميزها ان الغلاف الثمري بيكون جاف. منها ثلاثة انواع، الاندهسنت والديهسنت وال سيتشيز كاربك، اللي هي عندنا الاولى الاندهسنت اللي هي غير منفتحة، ديهسنت منفتحة والمنشقة. ناتي للسمبل فروت، ما زلنا في السمبل فروت. المجموعة الثانية عبارة عن سيكولنت الثمار الغضة. هذه بتتميز مثل ايش؟ يعني البرتقال، التفاح، الكمثرى، هذه عبارة عن ثمار غضة. بيحصل انه الثمار الغلاف الثمري البريكاربك بيتميز، يعني بيكون واضح وبيكون لبي، بيكون ماله لبي. اذا هذه هي عبارة مثال عليها البوم والبيري وتراب، يعني مثل الكمثرى والتفاح والبرتقال والعنب، هذه عبارة عن كلها عبارة عن ايش؟ عبارة عن ثمار ما لها ثمار غضة، بتكون ثمار ما لها غضة. النوع الثاني من الثمار، الاول قلنا سيمبل فروت، النوع الثاني اجريجيت فروت، اللي هي ثمار متجمعة، ثمار ما لها متجمعة، بمعنى ان الزهرة هنا بتحتوي على عدد من الكرابل، وبالتالي عند نضج هذه الكرابل بيحصل ان بتكون ثمرة واحدة، بتكون ثمرة واحدة. اذا هي عبارة عن ثمار، عبارة عن ثمرة متجمعة مكونة من اكثر من كربلة. مثال على بنشوف بعدين في السلايدات على مثال عليها. بعدين اخر نوع من الثمار اللي هو ثمار مركبة، ملتبلاي، هي ثمار ما لها مركبة، بمعنى عبارة عن ثمار مكونة من عدد من الازهار، يعني عبارة عن نورة واحدة فيها عدد من الازهار، عند النضج تكون ثمرة واحدة مثل الأناناس. إذا ما هي أنواع الفروت؟ في عندنا سيمبل وأجريجيت وملتبلاي، اللي هي بسيطة متجمعة ومركبة. السيمبل منها الدراي الجافة ومنها الغضة سيكولنت. الدراي مقسمة إلى ثلاثة أنواع، اللي هي غير منفتحة والمنفتحة والمنشقة. أنا لو بسأل هانا ممكن تقول لي عدد لي أنواع الثمار، بتقول لي سيمبل أجريجيت وملتبلاي. طيب لو قلت لك ما هي أنواع السيمبل فروت، ممكن تقول لي دراي وسكيولنت، أو أقول لك إنه أو اختار أو صح أو خطأ، إنه الدراي فروت من السيمبل فروت، او الدراي فروت من الاجريجيت، صح ام خطا؟ يعني بهذا الشكل بياتي هنا السؤال على اساس اختياري او عدد يعني انواع الثمار. ناتي اولا للسمبل فروت، الدراي فروت. اذا اهم ما يميز الدراي فروت ان البيري كاربك مايله، بيكون الجدار ثن دراي. اهم ما يميز انه الجدار ماله دراي،
thin أو thick أو woody، يكون رقيق أو سميك أو بيكون خشبي. لكن أهم ميزة إنه dry. إذا ما هي مميزات ال dry fruit؟ إن الجدار البريكاربك ماله عبارة عن جدار جاف. بنشوف أمثلة على غلاف ثمري جاف. في عندنا هنا عباد الشمس، بذور عباد الشمس أو كما في القرع، يعني هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن بذرة. والغلاف الثمري المحيط بالبذرة عبارة عن غلاف مالش جاف كما هم لاحظ في الصورة. أيضا هذه نفتة، نشوف أن الغلاف، أن الثمرة هذه محاطة بغلاف ثمري ماله بيكون رقيق، لكن ما يميز أنه جاف. أهم ميزة أنه جاف. هذه عبارة عن ثمار بتكون الجدار لها ماله جاف أو خشبي، بس أنه جاف الجدار بيكون ماله جاف. وأيضا كما في الصورة التالية قد تكون، وبالتالي قد تكون الثمرة الجافة فيها عدد من البذور أو بذرة واحدة. وبالتالي أهم ميزة للثمار الجافة أن الجدار بيكون ماله جاف، الجدار ماله بيكون جاف. أهم ميزة single fruit dry fruit. نأتي للثمار الغير منفتحة. الثمار الغير منفتحة indehiscent fruit عبارة عن ثمار مالها بتكون did not open، لا تنفتح عندما تصل مرحلة النضج لانتشار البذور. وبشكل عام هي مكونة من one seeded يعني بذرة واحدة. إذا الثمار الجافة الغير منفتحة عبارة عن ثمار مكونة من بذرة واحدة، عند عملية اكتمال النضج للثمرة لا يحدث انشقاق أو انفتاح للغلاف الثمري. لاحظ بالصورة التالية مجموعة من أنواع الثمار الجافة. في عندنا مثلا البر اللي هي كاربيوسز، هذه عبارة عن بذرة أو ثمرة البر، يعني القمح معروف أنه الغلاف الثمري ملتصق بالسيد وبالتالي بيكون جزء واحد أو كامل. في عندنا النت اللي هي البندقة، الجدار بيكون سميك أو خشبي يعني ومكون من بذرة واحدة. سمرة نفس الشيء، الجدار الثمري كون إيش؟ كون شكل جناحي، شون شكل جناحي. وهكذا يعني منها عدة أنواع، منها الأكينة والستبسلة وكاربيوسس والنات والسمرة. إذا أهم ما يميز أو أهم ميزة أود أن تحفظوها لي أو تعرفوها، إنه الثمار الغير منفتحة الاندهيسنت بتكون مالها بتكون عبارة عن ثمار جافة، الغلاف الثمري بيكون جاف، وعند النضج لا يحدث له انشقاق أو انفتاح، ومكون من بذرة واحدة. ما زلنا في الدراي فروت، النوع الثاني من الدراي فروت اللي هي ثمار منفتحة. أهم ما يميزها أن الجدار الثمري بريكاربك، الجدار الثمري ماله بينفتح عند عملية عند اكتمال عملية النضج ليحصل انتشار للبذور. يعني في الصورة التالية بتوضح لنا أنواع مختلفة من الثمار المنفتحة. مثلا في عندنا الثمار البقولية، يعني بنلاحظ أن هي بتنفتح من جانب واحد ويحدث انتثار للبذور. في بذور السيليكا، السيليكا هذه بتكون الغلاف الثمري ماله بينفتح من الجانبين لتنتثر البذور. وهكذا يعني في عندنا أنواع مختلفة، بنلاحظ أنه بيحصل انفتاح للغلاف الثمري ليحصل إيش؟ انتشار وانتثار للبذور. نأتي لثالث نوع من الثمار الجافة اللي هي الثمار المنشقة أو الثمرة المنشقة، هي مثلا بالصورة التالية. هذه الثمرة المنشقة عبارة عن إيش؟ عبارة عن إنه عبارة عن عدد من الكرابل، أكثر من كربلة، هذه كربلة وهذه كربلة وهذه كربلة وهذه كربلة. وبالتالي عند مرحلة النضج المبكر يحصل إنه يحدث انفصال لهذه الكرابل، وبالتالي يحصل انفتاح.
كما هو موضح، يعني نلاحظ ان الكربلة حصل لها ايش؟ انشقاق. الكربلة حصل لها انشقاق، وبالتالي سميت بذور والغلاف الثمري لها يميزه بانه جاف، اذا سميت عبارة عن ايش؟ ثمار جافة منشقة. عندنا السيمبل فروت، الثمار الغضة. تميز هذه الثمار اولا بانها فلاشي بمعنى لبية وغير منفتحة، اذا لبي وغير منفتحة. البيريكاربك اللي هو الغلاف الثمري، يعني تعودنا على المصطلح بيريكارب. بيريكارب اللي هو الغلاف الثمري، ماله بيكون سميك ويتميز الى 3 بارتس، ثلاثة اجزاء، اللي هي الايبيكارب اللي هو عبارة عن الجدار الخارجي، والميزوكارب اللي هو عبارة عن الميدل الطبقة المتوسطة، والانديوكارب اللي هي الطبقة الداخلية. اذا الثمرة هذه بتتميز بانها بتكون لبية غير منفتحة، ونستطيع ان نميز الغلاف الثمري، يعني الغلاف الثمري بيكون واضح الى 3 طبقات، يعني بنميز الثلاث طبقات. لو نلاحظ هنا في عندنا ثمرة اللي هي ثمرة مثل ثمار الفرسك والمشمش وغيرها من الثمار التي بتكون حسلية، بمعنى أن الغلاف الداخلي الإندو كارب بيكون خشبي، بيكون ماله خشبي سميك، وبالتالي فهذه تسمى درب اللي هي الحسلة، لأنه الطبقة الداخلية للثمرة الذي بنأشر عليها الآن عبارة عن غلاف خشبي، بيكون ماله طبقة خشبية، طبقة خشبية يليها الميزوكارب، طبقة متوسطة بتكون لبية، والطبقة الخارجية. إذن هي عبارة عن إيش؟ متميزة فيها الثلاث الطبقات، الطبقة الخارجية والمتوسطة والداخلية، وتتميز بأن الداخلية بتكون مالها خشبية. نأتي لنوع ثاني اللي هو مثل الليمون والعنب. لاحظ إنه البذرة بتكون داخل مغروسة، وأن الغلاف البذرة أو الغلاف الداخلي للثمرة، مثلا لو احنا بناكل برتقال واخذنا البذور، نلاحظ ان الغلاف الداخلي للثمرة نستطيع ان احنا نفتحه ونشوف البذرة بداخله، بمثلها العنب والبرتقال والليمون وغيرها من الثمار التي بتكون ثمار غضة، والثمرة بتكون رقيقة الجدار او الغلاف الداخلي عفوا للثمرة بيكون المحيط بالبذرة بيكون رقيق الجدار. النوع الثاني اللي هو البوم او الثمرة الكاذبة، مثل التفاح وعندنا الكمثرى. بنلاحظ انه اثناء نضج المبيض وتكوين الثمرة، ثمرة يعني غضة، بيحصل انه يتضخم ايضا معها الريسبيتيكل اللي هو التخت، يعني لو تذكروا تركيب الزهرة بيحصل ايش؟ بيحصل انه بيحصل تضخم لنضج التخت، وبالتالي بتكون ثمرة كاذبة. طبعا انا اهم ما يعني اهم في الموضوع او ما يهمني في هذا السلايد انك تعرف انه ثمرة الثمرة الغضة مثل الحسلة والتفاح وأيضا الليمون، وأنه نستطيع أن نميز فيها 3 طبقات، وأنها الثمرة بتكون مالها بتكون فلاشي وغير يعني لبية وغير منفتحة. هذا أهم ما يميز الموضوع من أمثلة البوم والبيري ودرب. نأتي للأجريجيت فروت، الثمار مالها المتجمعة. هذه بتكون من ايش؟ بتكون الثمار بتتشكل من عدد من الكرابلز، يعني زهرة واحدة فيها عدد من الكرابلز، زهرة واحدة، ركزوا، زهرة واحدة فيها عدد من الكرابلز، نلاحظها في الشكل التالي او في الصورة التالية. هذه عبارة عن زهرة الفراولة، زهرة الفراولة زهرة واحدة فيها عدد من الكرابلز، اكثر من كربلة،
تتلقى هذه الكرابل وتنضج وتكون لنا ثمرة متجمعة، تكون لنا ثمرة متجمعة aggregate fruit. وبالتالي عبارة عن ثمرة من زهرة واحدة تشكلت من عدد من الكرابل. هذه أهم ميزة. إذن الaggregate fruit عبارة عن ثمرة تشكلت من many crabbles، من عدد من الكرابل. Composite fruit، الثمار المجمعة. تتميز هذه الثمار بأنه هذا النوع بينتج من عدد من الأزهار، not single flower. إذن لو قلت لكم ما هي ميزة الكومبوزيتي فروت، إنها بتكون أو تنتج أو تتشكل من عدد من الأزهار وليست زهرة واحدة. إذن في هنا عندنا الملبيري فروت، التوت. لو نلاحظ هو عبارة عن، هنا الصورة بتوضح لنا أو المؤشر على نورة، هذه عبارة عن نورة يعني عدد من الأزهار. الأزهار هذه لما نضجت كونت ثمرة، هي ثمرة التوت. وبالتالي ثمرة التوت عبارة عن ثمرة مالها مركبة. أيضا الأناناس ثمرة مركبة، ليش؟ لأنه عبارة عن نورة، نضجت الأزهار في هذه النورة مع بعض وكونت ثمرة واحدة، كونت ثمرة واحدة.